من ضمن الأمور المدنية مو بالضرورة هو تشوه، بس لأنه هو اختراع يعني تقني شكله كده ممكن ما يكون حلو. من ذلك أبراج الاتصالات، مع الموضوع محتاجينه بس يعني شكله كده مو مرة ظريف. في أكثر من 2000 برج جوال في المملكة، مع مشروع أنسنة المدن والاهتمام بالجماليات الشكل الجديد للأبراج حيكون مطلوب منهم أنهم يصمموا شيء له علاقة بهويتنا بثقافتنا، وحتشوفوا أشكال مختلفة دائماً في المدينة. لما تشوفوها تعرفوا أنه هذا أصلاً برج جوال، أشكال منوعة كلها مستوحاة من تراثنا. فلما تشوفوا نخلة زي دي هذه برج اتصالات. الخطة الآن أنه طبعاً كل الأبراج الجديدة اللي حتبنى ملزمين شركات اتصالات أنهم يحطوا هذا الشكل الجمالي عليها، وبالنسبة للأبراج القديمة قاعدة تعدل بالتدريج، ففي 400 برج كل عام لازم يعدل بالشكل الجمالي هذا. من زمان تكلمنا على موضوع ممشى المكفوفين، والآن الحمد لله موجود في كثير مناطق، والمماشي حق لكل الآدميين بما فيهم المكفوفين. فاكرين مسارات المكفوفين اللي غطيناها زمان؟ وهنا النقط هذه عشان تبين أنه فيه تغيير اتجاه. تم إنشاء 14 كيلو من مسارات المكفوفين في الخبر فقط. لسه الشغل على التحسين كتير في كل اللي إحنا غطيناه ده. إحنا في وسط عملية التحسين الآن، وبالتالي في أمور تحسنت وفي أمور لسه ما تحسنت. الشغل لسه كتير وحياخد سنين، ولكن بالتحالف البدايات جميلة. يعني اللي صار آخر سنة سنتين في كل الأمور اللي غطيناها في هذه الحلقة هي بدايات تخلي الواحد يتفائل. تغيير ما بيحصل بين يوم وليلة. أساسيات التغيير: 1 الاعتراف بالمشكلة، 2 تشخيص المشكلة، 3 العمل على علاج وتحسين هذه المشكلة، 4 استدامة هذا العمل والصبر إلين ما المشكلة تقل والتحسين يزيد سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة.